يعتز بتخصصات علمية ومنها الطب، لأن الناس يرغبوا في أنه يكون فيه مستشفى جامع في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن المنطقة واقعة في وهران العاصمة 200 كيلومتر على وهران و 200 كيلومتر على العاصمة، إذن هي جات بينهم، إذن لابد أن نستفيد من مستشفى جامعي إن شاء الله، ومستشفى جامعي يجب يكون من خلال دعم الجامعة. هذا الحلول ممكنة بهذه، هذه المنطقة فيها كثير من الحلول. لهذا نلتزم أمامكم أننا سنشجع المستثمرين اللي يدخلوا في هذا المجال بمعايير دولية، ما هوش يجي يدير لنا البريكولاج هنايا، يجي يدير لك أشياء ويقول لك هذه ندير، لا، أشياء علمية كما رأى وعالمية كما راه معمول بها. الدولة تعطيك كل التسهيلات وتمكنك من التفصيل كل الإجراءات وتوصل إلى هذه النتيجة.